اللهم اجعلني نورا. أخبرنا الله تعالى في كتابه أن معلومات وأفكار وفرضيات الملحدين أو الكافرين مصدرها واحد، مصدرها شياطين كثر. هؤلاء الشياطين يوحون إلى أوليائهم من المفكرين والمنظرين ومن يوصفون بالعلم كأمثال داروين وغيره، فقال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فها قد أخبرنا الله بماذا يوحون ولماذا يوحون وما صفة من يقبل ما يأتون به. فالإعراض عن طاعة فلاسفة اليونان الملحدين ومن تابعهم في أفكارهم وفرضياتهم مطلب شرعي، فاحذر أيها العاقل من تقليد أي مشرك فيما يأتيك به من معلومات أو فرضيات أو نظريات، حتى وإن ألبسها ذلك المدلس بلباس العلم والبحث العلمي. فانقد وابحث أيها المؤمن الموحد بحثاً علمياً صحيحاً لكل ما يأتيك ممن يوحي إليه الشيطان في معلوماته، فلا يليق بك أخذ المعلومة منهم على طبق من ذهب. فنحن لا نقبل المعلومة حتى من مسلم شهد عليه بعض المسلمين بالكذب، فكيف تأخذ يا من تزعم التجرد والموضوعية؟ كيف تأخذ الأفكار والفرضيات المخالفة للقرآن والسنة وهي صادرة ممن شهد الله تعالى عليه بالكذب والتدليس؟ وتذكر أيها المؤمن الموحد أن المراء والجدال في القرآن كفر، وأن الشياطين يوحون إلى علماء وأئمة الكفرة والملحدين بالأفكار والفرضيات حتى تجادلوا بها كتاب ربكم فتهلكوا كما هلكوا. اللهم اجعلني نورا. قال الله تعالى في حق التابعين والمتبوعين: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سورة الأنعام. وجاء في مشكاة المصابيح بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. وجاء في صحيح الجامع بإسناد صحيح: فلا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. وفي رواية: الجدال في القرآن كفر. وقال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. سورة الحج. وقال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة الحج. وقال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة لقمان. موقع لينور الإلكتروني www.linur.com.